سكري الزيادي انت متضرر من الفيضانات نتاع تكلسة تحديدا ولايه نابل اللي صارت في 2018، احكي لي. خرجت لجنه عينوا وزاره التجهيز نتاع نابل، خرجت حطوا لي هذه معاد بناء. شنو هو اللي صار في الدار؟ صار اللي دار فوحدات تاعو، خرجت لي لجنه اللي يخرج منها الدار هذه معاد بناء الدار من 2018، ومصور مع الوالي، عندي ما يثبت هاو الاوراق ومصورنا وياه، قال هذا نشوفوا الامكانيه مع ملاك الدوله والدنيا ونشوفوا له بلاصه، وتو ما صار شيء من 2018 ومهدين بالموت. دار شنو صار فيها؟ خلك الماء؟ مش الدار، الدار تحت اشترى منا فار واحد اللي تاح الكل، والعرس خيخ كلهم تاحوا، قالوا لي اخلاء المحل فورا. معناها وحطوا لي هذه هذا موعد بناء وما صار شيء تو 2018. شكيت لرئيس الحكومه المشيشي وشكيت لوزاره الداخليه وعملت جواب تواخرتها للرئيس قيس سعيد، عارفه اللي ثم نتائج باهيه اللي عمل فيها تو، ان شاء الله صوتي يوصل له ونشوف حلها، خاطر مهدين بالموت في اي لحظه، راه مهدين في اي لحظه مهدين بالموت، وبنتي تحت على الكشا وزيتها للصنفيه للسبيطار الصنفيه الناب، وبصوت انا قال الوالي ثميك، الوالي كلمته قلت له هاي بنتي تحت على كذا، وقال لي جا نهار الاثنين وما صار شيء لحد الان. لحد الان ومهدين بالموت في اي لحظه. وقتاش هذه الحكايه صارت؟ بنتك وقتاش طاح عليها السقف؟ عندها تقريبا 3 شهور، وهزيتها للسبيطار صنفيل، من صنفيل هزيتها للرابط. وعندي من الاوراق نتاع الرابط التصوير نتاعها، هذاك السبيطار الجامعه للرابط اللي تحل على راسها، وقاعده تو متذربه الضرب، ومهدين بالموت في اي لحظه، والمراه نتاعي امراض مزمنه عندها ودنيا الدنيا وشيء ما ثم. ومصور مع السي الوالي، قلت لك ماني قبل مصور مع الوالي، قال هذا نشوفوا الامكانيه مع ملاك الدوله، هاو السي الوالي تفضل، هاو السي الوالي، وقال هذا نشوفوا الامكانيه، وعملت مطالب مقابل السيد الوالي مره اخرى وما بدون جدوى، وشكيت المعتمد، والمعتمد ولا دور عليه ولا معاش الا رئيس البلديه نتاع تكلسه وليد العميري يبارك له الدنيا والاخره، هذاك اللي يسعى لي وشكي، وهذاك اللي معايا رئيس البلديه. نفس الوالي مازال موجود؟ بالملوك هذاك هو الوالي. مشكلة تواني تو جيت رئيس الحكومة، قال مازال ما تشكلتش الحكومة، يجا نهارات اخرين، ومشيت لوزارة الشؤون الاجتماعية، قالوا لي عندك منها نتاع 300 ولا شنية، هادي حاشي بالدار، ني الدار مهدين بالموت، اليوم غدوة بعد غدوة نمشي تاع الدار على صغار، ني نوصل صوتي وما حاشيش بيعاونوني إذا متنا، الواحد أنا في بال، خاطر مهدين في لحظة معنا في بال وزير التجهيز، وكلمت وزارة التجهيز راه، والكاتب نكلم فيهم يومين. بدون جدوى، ما ثم حتى واحد عمل معايا ولا جاني للدار وقال لي كذا معناها هكا ولا هكا، ومهدين بالموت. اللجنه اللي خرجت لك من وزاره التجهيز مره برك ما عاودوش رجعوا؟ خرجوا لي ثلاثة مرات بدون جدوى، هاتوا رجلوا لك هاتوا رجلوا لك وما ثم شيء. فقط وعود؟ وعود بدون حتى شيء، ونحن مهدين بالموت راه، ونبلغ صوتي راه على الموت، راه مهدين بالموت في اي لحظه. ني عندي ولدي عمره 26 سنة والاخر عمره 19 وبنتي عمرها 18 اللي تحت على الواحد، تو متضررة في راس، والمرأة نتاعي عندها أمراض مزمنة، عندها قلب، عندها الدم، عندها شحم بالدم، وعايش ظروف يعلم بها إلا رب. علاش أنت ما خرجتش مشيت كريت في بقعة أخرى باش ما تصيرش لا قدر الله حاجة خايبة؟ ما عنديش بنكري، ما عنديش مورد رزق، عندي كرني الأصفر، معايا قد بطال، ولادي بطالة ثلاثة، والمرأة نعاني فيها بالدويات، عندها الدم، عندها شحم بالدم، نشري لها بالفلوس، نطلب ونتسلى ونعدي نشري لها بالفلوس. لو من صولتها تحرك هكا وقال نشوفوه هذا. معتمد الجهة شنو رأيه في الموضوع؟ معتمد في باله بالوضعية نتاعي. فين نمشي له؟ يقول عند التجهيز، عند التجهيز، نمشي للتجهيز النابل. يقولوا لي هاو نمر الواحد راهو في الولاية، نمشي الولاية مازلنا ما عملناش اجتماع. معناها مهدين بالموت وحتى نعملوا اجتماع. ايش يعملوه ان شاء الله الاجتماع؟ والله ماني عارف توها نستنى في الاجتماع انت يحضر الاجتماع هذا. الا رئيس البلديه يبارك له الدنيا واخره، ووليد العميري يبارك له الشيء هذاك اللي يعمل في البيع معي. الله هذاك هو. اكيد فما ناس اخرين متضررين معاك. ثم اللي اعطوهم تحسين مسك. تحسين. ني اعطوهم في عهد المخلوع الله يرحمه هو الرئيس بن علي، اعطوهم هاك النوامر بكري بوبلي هذاك في عهد العمده والدنيا، اعطوهم بلاش اللي كانت فيها معناها لعبه، اللي ني معناها ولدي عمره 26 سنه ما خذيتش بالكذا، ني ما عنديش، اعطوا الاخرين، ني عندي ثلاثه في دار، ثلاثه اخوات وفي 200 متر. اللي الدار نتاعي معناها سكتت معاش والله تمنوا لمن بالله خممت الانتحار.
قانون ما عادش فيها يعني أي بطبيعة الحال اللطف عليك إن شاء الله، لأنه الانتحار ماهوش حل وكل مشكلة عندها حل. ما لقيت حتى حل، شفتي اليوم هني في مشيت رئيس الحكومة وزارة الداخلية كذا، غدا كان عشنا نمشي الولاية كالعادة معناها يبعثوا بيهم من البلاصة لبلاصة، ما ثم حتى واحد معناها مش يوقف معايا وياخذ موقف، ما إن شاء الله الرئيس هذا يصنتني وياخذ معايا الموقف. مسألة خطيرة حسب ما أنت قلت، وقلت مهددين بال يعني تسقط عليكم الدار. قال لي يخرج منها محا فورا الدار من وزير التجهيز، بعثتها من وزارة التجهيز، من السيد الوزير التجهيز، إخلاء المحل فورا. ندائي إلى رئيس الجمهورية يوقف في أزمة، يوقف معايا رانا مهدين في الموت بالموت في أي لحظة. حاجة يعملها للربي، راني تونسي راني تعذبت من أيامات بورقيبة لتو. ها البن علي ها التو قاعده النتيجه هذيك هي ما ثم حتى واحد. خليني نسالك، عم ناول فك العواصف وقت تصير الريحه قويه وكل، كيفاش تعملوا؟ يتمنى من بالله عندي ما يثبت عندي الناس تشهد اللي نحط البيشان فوق الدار، بيشان فوق الدار ما تكترش الدار خاطر الدار كلها طايحه، نحط في البيشان وعندي ما يثبت عند الناس والناس تشهد. ساعات نبات عند الجيران ولا نبات البر، نزل المراه نتاعنا بعثها لدارهم ساعات، وني نقعد عند الشايب نمشي للشايب ولا نقعد نبات عند الجيران. شتيه كامل هكا؟ شتيه معزة الله والرسول، شتيه كامل هكاك. وتطيح في القش هكا تجو تصور غد وتشوف الوضعية نتاعي شني. وساعات نعمل هكا الكيتون هكا ونباتوا فيه. في الشتي. فما ناس تعيش هكا في 2021؟ ثم الحمد. ليش كنت تحمل مسؤوليتي اللي صايرة معاك؟ مسؤولية للوالي نابل. والي نابل هذاك اعطيني المسؤوليه، خاطر من 2018 ويعرف وضعيتي ويعرف كل شيء ومازال ما ثم شيء. اخرتها الجمعه اللي فاتت مشيت الولايه مره اخرى، عملت تلاكيف ثميك، قلت له يلزمني قبل الوالي، ما خلونيش. كلمني معتمد الولايه قال لي دوسيك راهو في بالنا بيه حتى نعملوا جلسه. الجلسه والله ماني عارف 2025 2030 الجلسه اللي دارت على صغار اللي موتوا صغار. هل تو قاعده النتيجه هذيك هي؟ خواتي راني مهدين بالموت، ندائي لرئيس الجمهورية، ندائي بقضيتي يستعجب قضيتي الأخرى. ولي نابل قديش قابلته من مرة؟ مرتين، مرة في غاديك مع علاقات مع المواطن هاي الوحدة، ومرة مع في الصنفيل جايبين معدات تاع التنفيذ وقلت لها بنتها تاعيني وهي في الوحدة. بالصدفة معنا؟ بالصدفة، قالها وباهي باهي وما ثمش. قديش تحاول تتقابلوا من مرة؟ والله من 2018 يمكن 40 و50 مرة. في ال 40 مرة قابلته مرتين، مرة كونفيرمي ومرة صدفة. ومرة صدفة، مرة علاقات مع المواطن ثميكة بالصدفة ثميكة، ومرة في صنفيل كي جبت بنتي بايستها ثميكة جبتها للسبيطار. بالصدفة. شيء ما ثم حتى نتيجة. الوعود نتاعو شنو كانت؟ الوعود قال هذا نشوفوا الامكانيه مع ملاك الدوله وفقر بوقت وشنو هي من الوحده لتو ما صار حتى شيء.